يعطيكم العافية. معكم المعلمة ريهام قداح. اليوم درسنا بخصوص جهاز النقل. جهاز النقل هو جهاز جدا كبير نسبيا لباقي الأجهزة المطلوبة بمنهاج البيولوجيا، لهيك جهاز النقل هو مقسم لعدة أقسام. أنا رح أعرض لكم اليوم الجزء الثاني من جهاز النقل. لهيك ماذا سوف نتعلم اليوم؟ بالبداية رح نتعلم عن ضغط الدم. ضغط الدم هو الضغط الذي يشكل على جدران الأوعية الدموية. ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، طبعا الضغط بتأثر بعوامل مختلفة. الضغط من العوامل اللي بتأثر عليه هي الأوعية الدموية، قطر الأوعية الدموية. فالحين نتطرق لمبنى ووظيفة الأوعية الدموية. الأوعية الدموية وظيفتها تنقل المواد داخل الجسم. في عنا ثلاث أوعية دموية: الشرايين، الأوردة، والشعيرات الدموية. بيختلفوا من ناحية مبنى عشان يتلائموا مع الوظيفة، لكن ملائمة بين المبنى والوظيفة. فالشرايين والأوردة والشعيرات الدموية وظائفهن مختلفة داخل الجسم. بالإضافة لهيك رح نتطرق للجهاز الليمفاوي. جهاز الليمفاوي هو الجهاز اللي بيحتوي على سائل الليمفا. فرحين نتوسع بشكل جزئي عن الجهاز الليمفاوي، بالإضافة لهيك لتنظيم جريان الدم بالأوعية الدموية. جريان الدم بالأوعية الدموية مختلف من الشرايين للأوردة للشعيرات الدموية، وأيضا بالشرايين نفسها مختلف، أي الشرايين المختلفة تنظيم جريان الدم فيها أو كمية الدم التي تجري فيها مختلفة. رحين كمان نتطرق اليوم للحمل الحراري بجهاز النقل. الجهاز النقل بيحملنا عن طريق الأوعية الدموية الحرارة اللي بتنتج من عملية التنفس الخلوي. عملية التنفس الخلوي بتنتج لنا طاقة حرارية لازم جسمنا يتخلص منها ببعض الأحيان عشان يحافظ لنا على اتزان بدني للحرارة. نبدأ بتحديد وتيرة جريان الدم. قبل ما نبدأ بتحديد وتيرة جريان الدم، من المهم نحكي عن الدورة الدموية. كيف ما احنا شايفين في عنا القلب. القلب في ممكن ينقل مواد من القلب إلى الجسم، ممكن كمان من الجسم يرجع للقلب. الأوعية الدموية بتنقل المواد بصورة مختلفة. مثال: بالقلب بخرج شريان، شريان رئيسي بينتقل لأنحاء الجسم. الشريان اسمه شريان الأبهر. طبعا هذا الشريان بتفرع لعدة شرايين ليقدر يوصل للخلايا داخل الجسم، لجميع الخلايا. بالإضافة لهيك في عنا الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية لها مبنى خاص اللي بأهلها تنقل المواد لداخل الخلايا. وبالإضافة لهيك المواد مهم جدا الدم يرجع للقلب. لهيك عنا الأوردة تبدأ من وريد صغير بتجمع المواد لوريد أجوف وبنقلهن لداخل القلب، وهي عنا الدورة الدموية اللي بسموها دورة دموية كبرى. بدرس آخر في تطرق للدورة الدموية. من المهم نبدأ إحنا بإنتاجية القلب. إنتاجية القلب هي عبارة عن كمية الدم التي تضخ إلى أنحاء الجسم خلال دقيقة واحدة. إنتاجية القلب هي بتختلف من شخص لشخص، وبتختلف إذا الإنسان موجود بحالة راحة أو بنشاط جسماني. نحكي إحنا على الأشخاص الموجودين بحالة راحة. الأشخاص الموجودين بحالة راحة عنا هيك: أولا بوضع طبيعي تعرف إنتاجية القلب هو عبارة عن حجم النبضة ضرب عدد النبضات. الإنسان المعافى الموجود بحالة راحة حجم النبضات بالبداية هو بيقدر بكل نبضة يضخ 70 ملي لتر دم لأنحاء الجسم، وبالإضافة لهيك هو بنبض 70 مرة. فإذا بنعمل إحنا حساب بسيط بيطلع عنا 4.9 لتر دم بنضخ بالدقيقة تقريبا 5. مدى قرب الشرايين والأوردة من القلب. المفروض إنه مدى قرب الشرايين بيختلف أو بيأثر على جريان الدم. كل ما كان عنا الشريان أقرب للقلب، شايفين إنه هون شريان رئيسي، كل ما كان عنا الشريان أقرب للقلب بيكون عنا جريان الدم أسرع. ولكن لمن ينتقل عنا لشريان أصغر فوتيرة جريان الدم تختلف.
فمن المعروف انه بتزداد عنا سرعة السائل اذا انتقلنا من انبوب واسع الى انبوب ضيق. هذا الامر لا ينطبق على الشعيرات الدموية، لان الشعيرات الدموية تتفرع لشعيرات جدا صغيرة، ولهيك عنا سرعة الجريان بتضل بطيئة لتقدر الجسم يقوم بتبادل غازات ناجح كيف مطلوب. قطر الأوعية الدموية القطر الموجود هو بيأثر على جريان الدم، ولهيك احنا نعرف انه قطر الأوعية الدموية هو بيأثر بشكل كبير. رح نتطرق احنا طبعا لقطر الشريان وقطر الوريد خلال الشرائح لقدام. نبدأ عن ضغط الدم. ضغط الدم هو الضغط اللي بشكل الدم على جدران الأوعية الدموية نتيجة لانقباض القلب، حكيناها هاي قبل. هيك تعريف ضغط الدم. بالوضع الطبيعي كيف ما شايفين في عنا أرقام 120-80، بالإضافة لهيك في عنا معدل 120 هو ضغط الدم أثناء الانقباض. لما ينقبض من أسفل القلب يكون عندنا الضغط مرتفع، تقريبا بيبدأ بالشريان الرئيسي. طبعا كل ما احنا تغير الشرايين، كل ما هي زغرت او كل ما احنا بنحكي عن الأوردة، بتغير ضغط الدم. اذا احنا بنحكي عن الشريان الرئيسي اللي هو متعودين انه احنا نقيس الدم او الطريقة لقياس الدم هي عن طريق الشريان اللي هو موازي لعنا باليد بالذراع. فهناك بيكون عندنا تقريبا الضغط بيبدا ب 120 بالشرايين. طبعا بالشريان الرئيسي الضغط بسموه ضغط سيستولي اللي هو اثناء انقباض القلب. كل ما بعدنا عن الشريان الرئيسي بقل الضغط. بالاضافه لهيك بحاله الانبساط الجريان بيكون ابطا، لهيك الضغط بيكون اقل. بنسميه هذا ضغط الدم اثناء انبساط القلب، او هذا الضغط احنا ممكن نسميه ديستولي. هذا الضغط ممكن يوصل ل 70 ملي متر زئبق. المعدل تقريبا احنا كيف شايفين 95. فضغط الدم هو معدل او من المفروض احنا نكتبه 120 على 70. 120 هي الضغط اثناء انقباض القلب، الانقباض هي السيستولي، وال 70 هي الانبساط. هذا الانسان بحالة راحة وضع طبيعي. مبنى الأوعية الدموية. مبنى الأوعية الدموية هو مختلف. في عنا ثلاث أوعية دموية. ثلاث أوعية دموية كيف ما حكينا قبل، اللي هن عبارة عن الشريان ووريد شعيرات دموية. الشريان اللي هو عن طريقه بصير ضخ الدم بالوضع الطبيعي لأنحاء الجسم، إذا احنا نحكي عن الدورة الدموية الكبرى. وفي عنا الوريد اللي هو بالدورة الدموية الكبرى اللي هو بيقوم بإعادة الدم للقلب. وعنا الشعيرات الدموية اللي هي حلقة وصل ما بين الشريان والخلايا وما بين الوريد والخلايا. فبنبدأ احنا بنسيج اندوثيل. نسيج اندوثيل هو عبارة عن سطح داخلي أملس، الهدف منه تقليص الاحتكاك من أجل مرور الدم. بالإضافة لهيك إذا إحنا بنتطلع في عنا العضلات، طبقة العضلات اللي هي بتعطي المرونة وبتنظم قطر الأوعية الدموية. وفي عنا النسيج مرن توفير المرونة. الطبقات هي من ناحية سمك هي مختلفة من وعاء لآخر. مثال إن الشعيرات الدموية هي لا تحتاج لمرون، إن هي جدا جدا دقيقة. الأوعية الدموية، إذا إحنا شايفين في عنا هون الأوعية الدموية كما حكينا عن الطبقات. الطبقات اللي إحنا حكينا عنها هي مثال بالمقطع الشريان في عنا جدار عضلي اللي هو بيساعد على الانقباض، فلهيك مهم جدا يكون عنا فيه خلايا عضلية. بالإضافة لهيك في عنا طلاء الاندوثيل، الطبقة الإبثيلية اللي احنا حكينا كمان لها وظيفة جدا جدا مهمة عشان تقلص الاحتكاك. بالوريد إذا احنا شايفين الجدار هو أقل، لأنه احنا منحتاجش للضغط أو فيه الضغط بالوضع الطبيعي أقل من الشريان، ولهيك عنا موجود الجدار العضلي قليل. أما الخلايا الشعيرات الدموية هي طبقة واحدة من الخلايا، الهدف من وجود طبقة واحدة من الخلايا هو تمرير المواد.
فلهيك عندنا طبقة واحدة من الخلايا اللي تتمكن المواد تمر حولها. فإذا إحنا شايفين عندنا هون مقارنة صغيرة تحت ما بين الشريان القروطي أو الأبهر اللي هو الشريان الرئيسي لشريان أصغر لشريان دقيقة، وبين الشعيرات الدموية والوريد دقيق والوريد العادي من ناحية أحجام. ويوجد عندنا كمان مقارنة بين الإنسان والفأر، الشرايين ملائمة لجريان الدم من القلب. نبدأ بأول وعاء دموي. أول وعاء دموي هو الشرايين. الشرايين بيتم بشكل عام، الشريان الأبهر بيتم فيه نقل المواد لأنحاء الجسم من خلال الدورة الدموية الكبرى، هذا الشريان الرئيسي. طبعا الدم بيجري من القلب الشرايين بضغط مرتفع ليقدر يوصل لأنحاء الجسم ليتمكن من أنحاء الجسم. بالإضافة لهيك حكينا إنه هو عنده طبقة سميكة ومرونة، فإنتوا إذا شايفين الطبقة هي جدا جدا سميكة، ولهيك في عنده جدار عضلي. فهذا بالإضافة لهيك هي عندها المرونة، فالمرونة هي بتقدر تتوسع وتتقلص. في حالة الانقباض والانبساط بحصل تغيير، وأيضا المرونة بتحافظ على ضغط الدم والجريان السريع وضبقة الإندوثيل كما حكينا قبل، اللي هو وظيفتها تساعد على جريان الدم. ولهيك مهم جدا انه يكون يتلائم الشريان مع وظيفته، لان الضغط بالشريان بشكل عام الضغط عالي جدا، ومن اجل عدم تمزقها نتيجة لاندفاع الدم بضغط مرتفع لهيك عنا الجدار هو سميك نسبيا. الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية هي حلقة الوصل، لهيك هي مهم جدا يكون طبقة واحدة من الخلايا، طبقة واحدة من الخلايا لتتمكن المواد تمر عن طريقها. الشعيرات الدموية بتتلائم مع وظيفتها. بالبداية هي شبكة هائلة من الأنابيب اللي بتنشر بأنحاء الجسم، الهدف وهي دقيقة عشان من أجل زيادة سطح التبادل. لما يكون هنا سطح تبادل كبير بيكون تبادل المواد أكبر. بالإضافة لهيك الشبكة الكبيرة من الشعيرات الدموية هي قريبة لكل خلايا الجسم عشان تنقل المواد لجميع خلايا الجسم. غير هيك جدرانها دقيق عشان تقدر المواد تمر حواليها، والضغط الدم منخفض وجريان بطيء لتتم عملية تبادل المواد بصورة بطيئة وناجعة. مهم جدا نعرف انه من خلال الشعيرات الدموية بتمر خلية، رح نشوف هذا الاشي من خلال الفيلم القصير المعروض قدامنا. الفيلم القصير الموجود عبالنا هو بيعرض لنا الشعيرات الدموية. المفروض من جهاز النقل ينقلنا المواد لأنحاء الجسم عن طريق الشعيرات الدموية. بيصير عندنا انتقال المواد حسب الانتشار، يعني بتنتقل المواد من تركيز مرتفع لتركيز منخفض. اللي شايفين هاي قدامنا هي عبارة عن الشعيرات الدموية اللي بصير فيها انتقال كما حكينا مواد من الدم للخلايا. داخل الشعيرات الدموية بيتم مرور خلية واحدة من خلايا الدم الحمراء، طبعا مواد اخرى موجوده اللي هي موجوده في الدم مثل الهرمونات، مثل اليوريا اللي لازم نتخلص منها، مثل الجلوكوز اللي لازم يوصل للخلايا، وخلايا الدم الحمراء اذا شايفينها هي موجوده لتحمل الاكسجين، فعندها ملائمه بين المبنى والوظيفه انه هي مقعره ذي سطح التلامس. شايفين احنا الخلايا في بيناتهم فراغات، الفراغات اللي بين الخلايا بتسمى سائل بين خلوي. بصير عندنا تبادل المواد بين خلية واخرى عن طريق السائل البين خلوي، يعني المواد بتوصل للسائل البين خلوي وبتنتقل من خلية لاخرى. كيف شايفين بضل عندنا دائما نقل مواد داخل الجسم. خلايا الشعيرات الدموية هن من ناحية حجم صغير، ممكن يوصل حجمهن من 0.1 ميكرو متر لحتى 0.5 ميكرو متر.
مهم جدا كما حكينا قبل نحكم انه مرور المواد داخل الشعيرات الدموية هو جدا جدا بطيء لتتمكن مرورها بوقت جدا او بطريقة جدا ناجحة، لهيك بأخذ وقت اطول وتبادل بيكون انجع. نرجع كما حكينا للوعاء الدموي الاخير اللي هو الاوردة. الاوردة هي بتتلائم لارجاع الدم الى القلب. عادة بيكون عندنا لازم يتم منع رجوع الدم للوراء لأن الدم هون بيمشي عكس التيار، فلهيك عندنا إذا أنتم شايفين داخل الوريد في عندنا صمامات، وظيفة الصمامات تمنع الدم يرجع للخلف. بالإضافة لهيك الأوردة جدارها نسبيا دقيق ولكن ليس صلب، ممكن هتغير شكلها نتيجة للانقباضات لعضلات الهيكل العظمي، وهذا التغيير بيصير نتيجة لدفع الدم باتجاه القلب. العضلات بتحتاجها عشان ندفع الدم للقلب، ومهم جدا وجود الصمامات. الصمامات كما حكينا مهم إذا شايفين إذا صمام مفتوح وفي عنا صمام مغلق. الصمام المغلق هو بيمنع الدم يرجع للوراء، إذا كان السيارة الصمام مفتوح فالدم رح يقدم لقدام. في عنا هون تمرين اللي انتم المفروض تعملوا مقارنة فيه من خلال الشرح اللي احنا حكيناه، ان شاء الله يكون الشرح كافي للفرق بين شرايين او رداء شعيرات دموية خلال استراحة اللي مدتها 10 دقائق. نلتقي بالجزء الثاني ان شاء الله.
بصراحة أعطيكوا الجدول، رح نجرب نبدأ نعبيه مع بعض. في هنا الشريان أو الرديشايرات الدموية. مهم جدا نعرف إنه اتجاه شريان الدم بيختلف. الشرايين هي بتنقل مواد من القلب إلى أعضاء الجسم، لمن إحنا نحكي على دورة دموية كبرى. الأوردة هي بتنقل من أعضاء الجسم إلى القلب. الشعيرات الدموية هي حلقة وصل بين الشرايين والأوردة والخلايا، لأنه الشرايين والأوردة هي مبنية من طبقات من الخلايا، ولهيك بيقدروش يدخلوا لداخل الخلايا، فبيستعينوا بالشعيرات الدموية لتساعدهم للقيام بوظيفتهم. الطبقات اللي بتبني جدار الأوعية الدموية، في عنا عدة طبقات. في عنا بالبداية بالشرايين وبالأوردة، طبعا من ناحية الطبقات هي مختلفة من ناحية عدد، ولكن هن الثنتين فيهن ثلاث طبقات. الأولى هي طبقة إندوثيل، طبقة الإندوثيل اللي بتمنع الاحتكاك وبتسهل على جريان الدم. طبقة العضلات اللي بتعطي القدرة على الانقباض والانبساط، والنسيج المرن اللي هو بيساعدها عشان تقدر تعمل انبساطات كمان بالإضافة لهيك. أما الشعيرات الدموية عشان تتلائم مع وظيفتها، هي مبنية من طبقة واحدة من الخلايا، هي نوع من الملائمة مع الوظيفة. إذا بنيجي إحنا على سمك الجدار، الشرايين جدار سميك ليتحمل الضغط المرتفع الموجود فيه، ولهيك بصيرش عندنا تبادل المواد بين الشرايين مع الخلايا. والأوردة هي أقل سمك من الشرايين، جدار دقيق نسبيا للشرايين، ولكن كمان لأنه فيه جدار مبني من عدد من الخلايا لا تستطيع الأوردة تمرير المواد للخلايا مباشرة، بينما الشعيرات الدموية هي دقيق جدا جدارها، وهذا هو اللي بيعطيها الملائمة بين المبنى والوظيفة. هذا الإشي اللي بيمكنها إنها تنقل المواد بطريقة ناجعة، فلهيك كون الجدار دقيق المواد ممكن تمره. القطر الداخلي، إحنا قلنا كمان بيأثر على الضغط. القطر الداخلي للشرايين كون الضغط فيها مرتفع، في الشرايين هي من ناحية القطر هي من 2.5 إلى 3 ملي متر، بينما الأوردة هنا القطر الداخلي هو من 1.5 إلى 2 ملي متر. الشعيرات الدموية كحد أقصى ممكن توصل لنص ميكرومتر. وشو تصمامات؟ بالشرايين الرئيسية يوجد صمامات اللي احنا بهمونا واللي حكينا عنهم بتوسع، اللي هن موجودين بالأوردة، ومهم جدا تتذكروا لقدام كمان رح نتطرق لهن انه عندنا صمامات بالأوردة عشان تمنع رجوع الدم للوراء الى الوراء، لان الوريد هو بمرق المواد عكس الاتجاه، يعني من الجسم الى القلب. عشان يمنع رجوع الدم للخلف في عنا وجود صمامات، بينما الشعيرات الدموية لا بتحتاجش لا وجود صمامات ولهذا لا يوجد صمامات. اذا بنحكي عن ضغط الدم، اذا متذكرين احنا قلنا هو ضغط الدم على جدران الاوعية الدموية، وفي عنا انقباض وانبساط. فبالوضع الطبيعي قلنا انه احنا عنا من 120 إلى 70، ممكن يوصل خلينا نقول ل80، هون احنا بعدنا باتزان بدني، فعنا الضغط بحالة الانقباض هو 120، بحالة الانبساط هو 80، وممكن يوصل ل70 كيف ما حكينا قبل. بالأوردة الضغط منخفض أقل من هذا العدد، بالأوردة جدا أقل مقارنة مع الشرايين. وإذا إحنا نتطرق للشعيرات الدموية فالضغط هو جدا جدا منخفض أيضا. درجة المرونة، الشرايين تحتاج للمرونة نتيجة للانقباض والانبساط اللي بيكون فيها. بالأوردة بيكون تقريبا عندنا غير مرن بالنسبية للشرايين. إذا بنحكي عن الوعاء ماذا يجري به، إحنا حكينا قبل إن الشرايين بتنقل الأكسجين من القلب، بعد ما القلب بمر أو بنتقل له الأكسجين عن طريق الدورة الدموية الصغرى اللي هي بين القلب والرئتين، بوصل الأكسجين للقلب. عن طريق الدورة الدموية الكبرى بتم إرسال أو ضخ الأكسجين لأنحاء الجسم عن طريق الجريان بالأوعية الدموية. الخلايا بتستغل هذا الأكسجين مع الجلوكوز طبعا خلال عملية التنفس الخلوي، منتج عنا ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بنتقل للقلب. ثاني أكسيد الكربون اللي بنتقل بالقلب لازم يمر إلى الرئتين، بمر للرئتين عن طريق الشريان، بسموه شريان الرئة، وهذا مختلف عن باقي الشرايين بالجسم اللي هو بيكون غني بثاني أكسيد الكربون. وصلهن للرئتين لتقوم الرئتين بعملية تبادل الغازات، وبترجع للقلب طبعا بعد ما الرئتين تعمل تبادل الغازات
ثاني خروج ثاني أكسيد الكربون دخول أكسجين، فبتنشا عن طريق وريد للقلب، وهذا الوريد هو مختلف عن باقي أوردة القلب اللي هو غني بالأكسجين. هيك إحنا بنكون عملنا تلخيص في القسم الأول اللي كان بدرسنا. رح نعمل كمان سؤال لنفحص قد إيه مدى الفهم للمادة. في عنا هون بيقولوا لنا 25% حتى 30% من سكان العالم الغربي يعانون من الدوالي. الدوالي إذا أنتم شايفين هون عنا الرجل تاعت الموجودة هون عنا بالصورة، في عندها مبين ظاهرة عنا الأوعية الدموية. هاي سبب ظهوره هو توسع الأوردة وتتعرج تضخم الأوردة، يعني الأوردة بصير أضخم، نتيجة لهيك تبدأ ظاهرة للعين نقدر إحنا نشوفها. في أغلب الحالات ظهور الدوالي في منطقة القدمين، منطقة القدمين هي أكثر منطقة فيها دوالي. راح أعطيكم مجال للتفكير ونكمل فورا بعد تقريبا نص دقيقة. ألف، حسب ما تعرف عن الأوردة ووظائفها انظروا إلى الرسم التوضيحي واكتبوا ما هو حسب رأيهم المسبب لظهور الدوالي في الساقين، يعني شو السبب اللي خلى الدوالي تظهر بالساقين. نتطرق للوريد. الشيء الثاني بقى، لماذا يوجد علاقة بين تطور الدوالي وبين الوقوف لمدة طويلة؟ يعني الأشخاص اللي هني بضلوا واقفين بحكم شغلهن أو بحكم حياتهن اليومية لمدة طويلة هن بيعانوا أكثر من غيرهن لتطور الدوالي. طيب بتأمل تكونوا عندكم أفكار. بنبدأ بحل السؤال ألف. قبل ما نبدأ بحل السؤال مهم جدا ألفت انتباهك إنه في عنا هون موجود المنطقة، شايفين الأولى الرسم الأولى هون عنا الشرايين، في عنا شرايين مغلقة، بينما في عنا بالناحية الثانية في عنا شرايين تسفي، في عنا صمامات مغلقة تسفي وليس شرايين، صمامات مغلقة، والرسم الثاني في عنا صمامات مفتوحة. فهذا الإشي اللي بيؤدي للدوالي. فبنرجع نحل سؤال ألف. السبب الدوالي هو فشل الصمام الذي الذي وظيفته إعادة الدم للقلب. إذا شايفينه عندنا بصير فشل بالصمام، فالدم برجع لداخل الجسم وبقدم برجع للجسم وليس للقلب، بصير عندنا فشل بجريان الدم. ولهذا عند رجوع الدم بتوسع الوريد، بتوسع الوريد وبذلك تتمدد الأوردة التي تتصل معه تحت الجلد، يعني بصير عندنا توسع الأوردة وهيك بصير عندنا تضخم نتيجة لخلل بالصمام، فالخلل بالصمام هو اللي بيؤدي للأوردة. لماذا يوجد علاقة بين تطور الدوالي وبين الوقوف لمدة طويلة؟ الوقوف لمدة طويلة يجعل تدفق الدم أقل كفاءة، يعني عملية جريان الدم تتغير وبتكون أبطأ، وخاصة لمن إحنا موقف لفترة كثير طويلة بنفس المكان. لهيك بحالة عدم الحركة بيكون الضغط على العضلات وعلى الأوردة أقل، وهذا الإشي بيضرر بعملية إعادة الدم للقلب مما بيؤدي لتضخم الأوردة. بتمنى نكون فهمنا السؤال. الجهاز الليمفاوي حالياً إحنا رح نتطرق بشكل صغير. أول إشي رح نتطرق لوظيفته. جهاز الليمفاوي وظيفته إرجاع السوائل اللي بتترشح من الشعيرات الدموية وبتنتشر بين خلايا الأنسجة إلى الدورة الدموية، وهو هيك بحافظ على استقرار كمية المواد والماء داخل الجسم بأنحاء الجسم. لهيك مهم جدا جهاز الليمفاوي، وله دور كثير كبير بحماية الجسم من الأمراض، ولهيك بنلاقي فيه خلايا دم بيضاء. جهاز الليمفاوي فيه طبعا شعيرات دموية، بالإضافة لهيك فيه شريان دقيق. في عنا الحكينا قبل خلال الفيلم القصير اللي عرضناه على السائل البين خلوي، فإذا شايفين في عنا سائل بين خلوي، في عنا كمان وريد صغير، وفي عنا نسيج خلايا. بستكفي بهون عن طريق جهاز الليمفاوي. ننتقل لتنظيم جريان جهاز النقل. كيف بنعرف إنه إحنا جريان الدم هو بتغير حسب الوضع اللي احنا فيه؟ اذا احنا بجهد او احنا بحالة راحة وتيرة جريان الدم بتختلف، وايضا من خلال العمليات المختلفة. اذا انا حاليا عم بتغدى او عم بقوم نشاط جسماني، فالدم اللي بحتاجه بالاعضاء مختلف، ولهيك جريان الدم مختلف. نتطرق للسؤال الموجود قدامنا. يوجد في الجدول التالي معطيات عن جريان الدم الى الاعضاء الجسم المختلفة اثناء الراحة واثناء الجهد بدني. اشرحوا المعطيات. مهم جدا بهيك جدول نشوف الفرق الموجود بالأعضاء ونحاول نشرح التغيير اللي صار.
ممكن تبدوا تتطرقوا تكتبوا عندكم ملاحظات لتشوفوا مدى فهم كل المادة بعد ما أعطيكم رؤوس أقلام عن كيفية حل هيك سؤال. طيب منكمل. أثناء الجهد الجسماني كيف ما إحنا حكينا إحنا بنحتاج لحركة عضلات، وأيضا لهيك بتغير إنه توزيع الدم بقلب الدماغ. إذا شايفين الكمية هي نفسها، كمية الدم اللي بيحتاجها الدماغ هي ثابتة طول الوقت، سواء إحنا بحالة راحة أو بنشاط جسماني لا تتغير. إذا إحنا شايفين في عنا أعضاء الداخلية تغيرت قلت، بالإضافة لهيك للشرايين غير فعالة، شو الهدف؟ الهدف إنه تقل الدم لتوفر دم أكثر للأعضاء الفعالة بنشاط الجسماني. لهيك غير مفضل إنه نتناول وجبة غذاء قبل القيام بنشاط جسماني بوقت قصير، لأنه الدم رح يجري بوتيرة مختلفة للأعضاء، فالأعضاء الداخلية رح تقل كمية الدم اللي بتوصلها كما إحنا شايفين قلت بداخل الشرايين الغير فعالة والأعضاء الداخلية. بينما إذا إحنا بنيجي نقول عن الشرايين الفعالة هي عندها جريان الدم بكثر بشكل جدا جدا كبير من، وهذا بسبب احتياجات الشرايين الفعالة لنقل المواد لقلب الجسم، وبالإضافة لطاقة اللي بتحتاجها الجسم للنشاط الجسماني. إذا شايفين كمان بقلب الجلد في عنا ارتفاع، كيف ما حكينا بالبداية الدرس إن الجلد هو جهة نقل للطاقة الحرارية، هو بنقل الطاقة الحرارية اللي بتنتج من التنفس الخلوي، اللي من احنا عنا نشاط جسماني عنا ازدياد بوتيرة التنفس الخلوي وازدياد بالطاقة الحرارية، فالجسم لازم يتخلص منها لهيك الأوعية الدموية القريبة من الجلد كمان بوصلها دم أكثر لتتحرر أو لتشع الحرارة خارج الجسم. تنظيم درجة حرارة الجسم مهم جدا، نحافظ على درجة حرارة الجسم تقريبا ثابتة أو مستقرة بغض النظر عن الطاقة أو تسفى عن درجة الحرارة الموجودة خارج الجسم. في عنا آليات اللي بتخفض من درجة حرارة الجسم، وفي عنا آليات بترفع من درجة حرارة الجسم. لما إحنا نقوم بنشاط جسماني يعني عنا طاقة حرارية كثيرة أو لما درجة الحرارة مثال عالية في الخارج، لهيك مهم جدا نخفض درجة حرارة الجسم لنرجعها للوضع الطبيعي. فبصير عندنا بالبداية إفراز العرق. إفراز العرق اللي هو وظيفته يبرد الجسم، وبالإضافة لهيك توسع الأوعية الدموية المحيطة، قلنا الأوعية الدموية المحيطة اللي بتقدر تعمل إشعال الحرارة خارج الجسم. عندنا آليات اللي بترفع درجة حرارة الجسم، مثال إذا أنا إسا موجودة ببيئة درجة حرارة جدا جدا منخفضة بالخارج أنا لازم أرفع درجة حرارة جسمي، لهيك بصير عندنا الارتجاف. الارتجاف هو طريقة، أو الرعشة اللي هي طريقة برفع درجة حرارة الجسم، بصير هنا تضييق الأوعية الدموية المحيطة للجسم يحافظ على الحرارة الموجودة داخل الجسم، وبالإضافة لهيك انتصاب الشعر. هاي الأمور بتتغير حسب درجة حرارة الجسم، الآليات بتتغير. تنظيم درجة حرارة الجسم وجهاز النقل، فينا بالبداية فينا توسيع أوعية دموية وفينا تقليص أوعية دموية. توسيع الأوعية الدموية بتعلق بالحرارة اللي لازم تطلع من الجسم. إذا كان عندنا طاقة حرارية مرتفعة فلازم الجسم يخسر حرارة. من أجل خسارة الحرارة بصير عندنا توسع الأوعية الدموية كما أنتم شايفين عن طريق خلايا البشرة، بصير عندنا فقدان حرارة. بينما إذا الدنيا أو الطقس درجة الحرارة منخفضة بصير عندنا إشي عكسي، الحرارة لازم تظل مستمرة داخل الجسم، فالأوعية الدموية المحيطة وصلها حرارة أقل، الحرارة بتظل موجودة داخل الأوعية الدموية الداخلية من الجسم لمنع فقدانها، فلهيك بتتقلص الأوعية الدموية المحيطة. هل شرب الكحول حقا يحمي الجسم؟ في معلومات خاطئة للأسف إن شرب المشروبات الكحولية تثير شعور بالسخونة. اشرحوا سبب الشعور بالسخونة، من وين بديت إنه درجة حرارة الجسم تزداد، ولماذا لا ينصح وحتى أن يشكل خطرا شرب الكحول من أجل تدفئة الجسم؟ ليه مرفوض إنه الإنسان يشرب كحول أو يتناول الكحول اللي بيكون طقس بارد عشان يدفي جسمه؟ بعطيكم هون إجابة مختصرة. هي أول إشي الشعور بسخونة الجسم هو وهم، هو غير طبيعي، وهذا منبع من توسع الأوعية الدموية المحيطة. خلال شرب الكحول بيتم
توسع الأوعية الدموية المحيطة، وهيك الجسم بدأ يفقد الحرارة، فبنشعر بحرارة خارج الجسم اللي هي تبقى على طبقة الجلد، ولكن الحرارة داخل الجسم هي قلت، وهذا الإشي اللي منتقل الحرارة داخل الجسم هو بيؤدي لفقدان الحرارة داخل الجسم، فبتنخفض درجة الحرارة عن الدرجة الطبيعية، وهذا إشي خطير. رح نعمل حاليا تلخيص للقسم الثاني من الدرس. اولا كما حكينا في عنا تتلائم الاوعيه الدمويه والقلب مع وظيفتها. الاوعيه الدمويه مهم جدا تتلائم مع الوظيفه، لهيك عنا الشرايين هي مرنه لكي تتمكن جريان الدم بضغط مرتفع، وايضا جدران الشعيره الدمويه هي دقيقه جدا لتبادل المواد بصوره ناجعه بين السائل البين خلوي. الاورده لها مرونه منخفضه وصمامات ذات اتجاه واحد لمنع رجوع الدم الى الخلف. الجسم ينظم جريان الدم للانسجه المختلفه من اجل المحافظه على الاتزان البدني. كما عرضنا السؤال انه حسب العمل اللي احنا بنقوم فيه جريان الدم بيختلف، توسع وتقلص الاوعيه الدمويه المحيطه هو اللي بيؤدي لمخافضه درجه حراره الجسم. بحاله اشعاع الحراره، بحاله انه فائض حراره، الاوعيه الدمويه المحيطه بتتوسع. بحالة نقص حرارة، الأوعية الدموية المحيطية بتتقلص. رح ننتقل لسؤال أخير، السؤال بلخص لنا عن الشعير، عن الأوعية الدموية. سؤال التفكير، تمعن في الرسم الذي أمامك الذي يبين ثلاث منحنيات. كيف شايفين؟ إحنا عندنا منحنى واحد اثنين ثلاثة، يعبر عن مساحة السطح الكلي الأوعية الدموية، عن مساحة السطح. أي واحد من المنحنيات هو بعبر بشكل صحيح؟ مهم جدا تتطرقوا للرسوم، تعرفوا انه هاي مثال رقم 3 هو بيرتفع بعودي الرقم 2 بالعكس بيكون مرتفع بال بيرتفع بطريقة منخفضة، رقم 1 بيستمر بالانخفاض. فإذا احنا هون احنا بنحاول نشرح الرسم، رح نشوف انه الرسم الثالث هو الصحيح. ليه؟ لأنه الأوعية الشعيرات الدموية عندها حجم جدا جدا صغير، ولهيك عندها سطح الكلية الأوعية الدموية كبير نسبيا من أجل تبادل المواد بصورة ناجحة. هيك احنا بننهي الدرس لليوم اللي كان متخصص بنقل المواد. يعطيكم العافية.